الصورة اللي معانا النهاردة هي صورة لقطة هدف الفوز للنادي الأهلي على نادي فاركو في المباراة الصعبة اللي كانت ما بين الفريقين امبارح. الهدف اللي سجله مهاجم الأهلي محمد شريف علشان نقدر نخرج من المباراة بثلاث نقاط غاليين يخلونا متصدرين ترتيب الدوري المصري ويفرحوا كل الجماهير الأهلوية طبعا ويفرحونا، وتأكد على إصرار اللاعبين وروحهم واستبسالهم في أرض الملعب لحد آخر لحظة في المباراة عشان يحققوا المكسب زي ما احنا شايفين فيديو. يعني الحقيقة الأهلي دايما بيثبت أنه بما حضر، الأهلي دايما روحه بتسيطر على كل حد بيلبس قميص النادي الأهلي، كل حد بيهتف باسم النادي الأهلي. الأهلي دايما بيثبت أنه صاحب الشخصية القوية في الوقت والمكان والموعد المحدد، مفيش حاجة اسمها استسلام والوقت عدى. المباراة 90 دقيقة، احنا بنلعب 97 دقيقة عادي جدا، بالنادي فيها في كل دقيقة وكل ثانية بنفس القوة، وإلا ما كناش خدنا لقب الأهلي ملك البلاس 90 حقيقة. وده اللي احنا شفناه امبارح الحقيقة في مباراة بين الأهلي وفاركو، علشان كده قدرنا ان احنا نفوز ونخرج بالمكسب المشرف ده. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي.